يقول: جدي كبير في السن، عمره 86 سنة، الله يعطيه الصحة والعافية. على ما نراه أنه صاحي، ليس بمجنون ولا خارف، وأحيانا يشرد عقله ويمشي في البيت يأكل لو مدة. شنو لو مدة؟ لوحده، يمكن لوحده، ولكن لا يصلي. وأبي وأعمامي يقولون إن الصلاة تسقط عنه بحكم أنه رجل مسن، يقولون هذا الكلام افتاء منهم لا علما، من فتوى شيخ. وحقيقة لا أعلم هل جدي يمثل علينا أنه ينسى كي لا يصلي، أو نسي الصلاة، أم فاقد الذاكرة أحيانا. يصلي أحيانا وما في علاقة، الخط شوية لا يتمالك نفسه، يمكن يغفو، يبول أو يغفو يمكن. طيب، هل صلاته مقبولة؟ هل تسقط الصلاة عنه إذا وجبت كان معرضا ومتكاسيا؟ هل شيء يعني ما أدري عن الحال، أنت أدرى بحال جدك، لكن إذا كان عادته في الأصل أنه كان يصلي، والآن لأنه بلغ هذا العمر، الله بنادم مسكين 86، ترى شوية 86 صح ولا لا؟ يقول: وجدوا امرأة تبكي في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فقال لي مات، قال ولدي مات، قال كم؟ قالت مساكين صغير 350 عمره، تو صغير عمره 350. يعني شوف أعمارنا احنا مساكين والله، 84 كبير جدا ومخرف وكذا، الله المستعان. فأحد لا يغتر بهذه الدنيا، لا يغتر أحد بهذه الدنيا. الشاهد إذا كان يصلي قبل أن يصيبه ما أصابه، وكان معروفا بالصلاح وحرصه على الصلاة وكذا، فالظاهر الله العالم من العقل، يعني من ما ذهب من عقله هو الذي يعني أثر فيه. وأما إذا كان من أصل هو ليس حريصا على الصلاة وكذا، قد يكون فعلا يحط هذه أعذار عشان ما يصلي. فأنا أقول فرصة الآن، يناصح، يذكر بالله الآن، إذا كان يتقبل يسمع يذكر بالله، إما من الأحفاد وإما من الأولاد المباشرين، أو إما من أصدقائه إذا كان بقي منهم أحد على قيد الحياة، يعني يكلمونه، يناصحونه، يذكرونه بالله سبحانه مع الدعاء له بالهداية، والله المستعان. لكن على كل حال إذا كان بلغ من الكبر هذا السن والعقل بدأ يرتج عليه وكذا، الصلاة تسقط عنه، الصلاة تسقط عنه، الصلاة لا تكون بدون العقل أبدا، يسقط التكليف.